واحدة من المرات أي؟ بعد اجتياح الكويت أي؟ اش قالت ليلى العطار؟ وش قلت لها؟ ها 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 قلت لها أنا مثل ما قلت لك نجتمع تقريبا يوميا أنا وعدنان المدامرة أمير الحلو نجتمع فليش ذكاء والنسوان جوا هاي أحكي لك بالقلاعات أنا بنيت بيت وعلى الشط جت ليلى العطار تركض لي فوق والله لأن النسوان قاعدات جوا وانتو فوق أنا فوق أي جت تركض قالت صدام حسين دخل للكويت واحتل الكويت أنا طفرت والله طفرت من لا شعور وبالإنجليزي قلت he did a fatal mistake قام بعملية مميتة ترجمة مالتها fatal mistake هي غلطة مميتة وفعلا كان حتى على الترتيب هاي جيت وهو تدري بعد هذه رأسا من إجا أول بالشهر السابع ذبح الحزب ربعة وبالشهر 11/79 طلعنا تقاعد حوالي احنا 17 طبيب من المتميزين فرحان باقر محمد علي خليل والأساتذة الزينين كنا طلعنا تقاعد احالكم على التقاعد احنا على التقاعد ليش ما ندري والله ما ندري